طيب دكتور باهر، لو حد هنا يعني مخالط بقى لحد عنده كورونا، او بمعنى اخر كده ممكن عنده شوية برد وخايف برضه يكون عنده كورونا، يعمل ايه هنا؟ والمفروض هنا يعرف ازاي ان دي كورونا او برد؟ هو مبدئيا لو خالطت حد عنده كورونا او انت شاكك في نفسك، مبدئيا كده لازم طبعا تعزل نفسك لغاية الى ان يثبت العكس. يعني اتعامل اي حد مريض برد دلوقتي، اي اعراض برد، شك او حط كورونا رقم واحد، انت مريض كورونا الى ان يثبت العكس. دلوقتي احنا كده يعني المفروض نتعامل بالطريقه دي. ما تديش لنفسك مبررات، لا اصلا انا كنت شربت ميه ساقعه، لا اصلا مش عارف طلعت فين، مش عارف ايه، سيبك من الكلام ده كله. اتعامل اكن يعني في ايام الوباء اي حاجه بتفسر لمصلحه الوباء. طب اللي خالط ده يعزل نفسه قد ايه؟ يعزل نفسه لغايه ما يعمل التحاليل، 14 يوم لغايه ما يعمل التحاليل. والله عمل التحاليل وبعد 3 4 ايام من المخالطه عمل تحليل السي ار بي وتحليل صوره الدم وتمام، مفيش اي مشاكل، ودي دايمر اللي هي التحاليل الرئيسيه اللي بتتعمل وخلاص تمام، خلاص اوكي. انما لا قدر الله لو فيها مشاكل تكمل بقى عزل من نفسك كده اوتوماتيك. لو مش قادر توصل للطبيب بتاعك، فيتامين سي، دال، زنك، طبيعي الناس كلها المفروض تاخدها الفتره دي، واوميجا 3 كمان لو ينفع. وبس لو ما فيش اي اعراض يعني. انما لا قدر الله بقى لو في شويه سخونيه، بياخد لغايه برضو ما يوصل للطبيب بتاعه ماده الباراسيتامول ايا كان بقى الاسم التجاري. ما ياخدش بقى مضاد حيوي، هي ماده الازيثروميسين، مضاد الحيوي هي الاشهر طبعا. بس لازم طبعا يتواصل مع الطبيب بتاعه. وهنا برضو بنشيد بدور الأطباء، إن معظم الأطباء سايبين تليفوناتهم لكل المرضى، سهل جدا أنت بتستشير الطبيب بتاعك وبتكمل علاجك في البيت لو مش قادر توصل للمستشفى، لو حالتك مش عايزة مستشفى. دكتور معلش، هنا لو في حد يعني التحاليل غالي عليه شوية، موضوع البي سي آر مثلا ممكن يبقى التكلفة بتاعته عالية شوية عليه، هل هنا في حاجة أقل في التكلفة شوية ممكن يعرف من خلالها أنه هو مصاب بكورونا؟ ما هي صورة الدم دي بتبين قوي، وسي آر بي. ايه سي آر بي بقى اللي هي ده بقى؟ حاجة بالتحليل البروتين في الدم، بيدي مؤشر لما بيبقى عالي ان في التهاب في الجسم. الالتهاب ده ممكن يكون بسبب اي حاجة، مش شرط كورونا. بس من ضمن الـ يعني لو الاربع تحاليل ادوا في الاخر مؤشر، خلاص الطبيب بيشخص ان هي كده. هي الحاجه اللي بتبين قوي الاشعه المقطعيه والبي سي ار، بس دولا بدوا مؤشرات. ومعظم الاطباء على فكره ما بتلجاش للمساحات يعني بالاعراض بتبان، يعني فقدان حاسه شم متزايد، خلاص دي كورونا مفيش كلام. مش عارف، اسهال مع مشاكل في الصدر الاثنين مع بعض، لا كورونا. طب اسهال شديد وانت كنت لسه مخالط حد كورونا، يبقى اكيد كورونا كده. يعني حتى ممكن الطبيب ما يطلبش تحاليل. طب يعني لو حد خالط حد بس ما ظهرش عليه اعراض؟ كتير جدا ما بيظهرش اعراض على ناس كتير، لسبب ان احنا كنا برضو قلنا هنا في الكبسوله، قلنا ان الفيروس جرعته جرعه الفيروس هي اللي بتحدد الاصابه، وتكرار التعرض للفيروس. يعني في ناس ما بيظهرش عليها اعراض خالص لان بيبقى واخد الدوز بتاعه الفيروس اللي جات له قليله جدا، فممكن ما يظهرش عليه اعراض. وفي برضو نقطه تانية، ان الناس اللي مناعتهم كويسه قويه وماشيين على مكملات وبتاع وياخدوا اكل صحي، دول خلاص جسمهم بيقدر يتغلب عليه. بس برضو بيبقى لسه ناقل للمرض، بس هو ممكن جسمه قادر ان هو يتحمل الموضوع ده. عشان كده كان دايما الـ في الموجة الاولى كان اصابات الاطفال قليلة والشباب مفيش خالص، لان كان حتى لو اصيبوا مجرد ان هم بينقلهم بس ما بي انما دلوقتي للأسف مع السلالة الجديدة الفيروس نفسه حور نفسه، بقى اشد ارتباطا بالمستقبلات بتاعته، فبدأ بقى يصيب الاطفال، يصيب الشباب. ربنا يعديها على خير يا رب ان شاء الله. طيب دكتور، هنا ادوية البروتوكول والفيتامينات بشكل عام والمضادات الحيويه، يعني سي، زنك، الحاجات دي كلها دلوقتي في ناس بتقول ان هي ناقصه شويه في السوق، هل هي فعلا ناقصه ولا لا؟ وايه البدائل بتاعتها اللي ممكن نجيبها؟ هو الحمد لله انا اؤكد يعني انا بما ان انا موجود في القاهره وموجود في الدقهليه اقدر اقول لكم على مسؤوليتي ان ما فيش اي نقص في الحاجات دي خالص، عكس الموجه الاولى. وزاره الصحه المصريه تشكر ان هي طبعا في الموجة الاولى فجأة الناس هاجمت على الفيتامينات فحصل نقص، بس ده كان طبيعي لان كان المعروض اقل بكتير من الطلب. وزارة الصحة المصرية عملت ايه؟ سهلت تسجيل
الشركات ان هي تسجل اصناف مكملات غذائيه سي وزنك ومضادات حيويه وبتاع، اللي هي البروتوكول. الحاجه اللي كانت بتاخد سنين بقى خلاص في ايام على طول. ليه؟ عشان تواكب الازمه، وفي نفس الوقت الشركات دفعت بكميات، او وزاره الصحه يعني قالت للشركات او شجعت الشركات ان هي تنتج كميات كبيره من الحاجات دي. فدلوقتي مفيش اي نقص نهائي، مفيش حد يقدر يقول ان في حاجه ناقصه السي، بس احنا ما نحاولش نقعد ندور على اسم تجاري بالاسم. وحتى احنا بنناشد الاطباء يكتبهم الروشته بتاعه كورونا باسم الماده الفعاله، بس اسماء الماده الفعاله وخلاص. اي بقى اسم تجاري موجود مش شرط. فيتامين سي مال الدنيا، سي فيتيل، فيتامين سي بتاع فيتامين سي بالاسم كده، فيتاسيت سي، ماجيك سي، سي ريتارد، في حتى نوع الماني كمان نازل جديد اسمه مادوكس سي الف، ريدوكس سي الف. في انواع كتير جدا فيتامين سي دلوقتي في السوق كتير جدا. اهم حاجه انك تجيب حاجه موثوق فيها ومصرحه من وزاره الصحه، 1 ملي جرام، وفي 500، في كل حاجه. طبعا. وفي حاجات للاطفال، حاجه زي ساينو، في سي فيت نقط، ده فيتامين سي. انواع كتير جدا. الزنك برضو في انواع كتير بكافه التركيزات اللي ممكن تتخيلوها، كل حاجه موجوده. يعني في مثلا يوتو زنك، حاجه رخيصه جدا ب8 جنيه، في اوكتو زنك بس ده زنك بس، اليوتو زنك زنك وفيتامين سي، في كمان حاجه زي سلفو زنك ده تركيز عالي من الزنك، في تراي جارد زنك وسي دال، في برضو فيتامين دال، كل التركيزات موجوده. في الف اللي هو زي دي 3 كاندي او دافاليندي او في دروب نقط بتاع الاطفال، في تركيز 10000 سانسو دي 3، وفي اوسو 14 دي 2 10000، ده دي 3. الاوميجا 3 كتير جدا برضو، اوميجا 3 بلس اشهرهم، اوميجا ار اكس، في كمان اوميجا دوكس، في انواع اوميجا كتير جدا، الازيثروميسين، زيسرون، زيسروماكس، ازروليد، ديلزوسين، كتير جدا. الباراسيتامول بس اللي عايز اقف عنده ضروري، دايما الناس بتدور على البنادول بالاسم. يا جماعه في كتير جدا باراسيتامول ازرق اللي انتوا بتقولوا عليه ده، في سيتال، في بارامول، في ابيمول، في باراسيتامول باي نيم كده، اي باراسيتامول مش شرط ده. القصد اللاكتوفيرين برضو في انواع كتير جدا، في فورتري، في فيتوسيل، في برافوتين، في انواع كتير جدا. اقصد ان مفيش اي حد يقدر يقول ان في نقص في الادويه الفتره دي. وللاسف ايام ما كانت الادويه ناقصه في المره الاولانيه، الناس كانت بتطلع تهاجم والدنيا ناقصه ومش عارف ايه وبتاع. لما حصل ان دلوقتي الدنيا تمام، مفيش حد بيقول حاجه. يعني احنا دايما بنبين الجانب السلبي بس احنا هنا لازم نقول برضو الجانب الايجابي. اكيد بنشيد بدور وزاره الصحه ان هي وفرت الكلام ده، وان الحمد لله احنا يمكن من الدول القليله في العالم اللي ما عندهاش نقص في البروتوكول كامل دلوقتي. حلو جدا.